ابني عنده 10 سنين وبقى عصبي جدا وبيعيط بسرعة. مؤخرا بقى بيضرب أي حد من أصحابه أو قرايبه لو ضايقه يعني. وبيقول لي أنا مش عايز أختي ومش بحبها. أنا مش عارفة أعمل له إيه. هو معظم قرايبنا بنات وهو متربي وسطهم، فهل ممكن يكون ده سبب من الأسباب اللي خلته يبقى عصبي؟ ما اعتقدش، بس هو اللي بيكره اخته، هل هما بيدلعوا اخته اكتر منه؟ هل هما بيحبوها بيميزوها بيقارنوا بيها؟ ميبي يعني يا سيدنا ممكن من كتر ان اللي حواليه بنات فهو كره البنات خالص تقريبا. مش عارف، يعني ما يتقاليش اكتر من ان هو اكيد في تمييز في المعامله لاخته عنه. اوكي. يعني أنا النقطة الأولى عايز أفهم ليه هو وصل للمرحلة دي. برضو حكاية إن هو كل اللي حواليه بنات دي، ما لأن هو ممكن بيروح المدرسة في ولاد حواليه في الكنيسة. طول 10 سنين، مش كده؟ كنيسة مثلا، مدرسة الأحد في ولاد حواليه، يعني حتى لو في الأسرة كلهم بنات، ده مش هيخليه يكره البنات بالطريقة دي، يعني ويبقى عصبي وإلى آخره. يعني العصبية ممكن يكون، يعني عادة لو البيت فيه عصبية فممكن يكون هو اتعلم العصبية من البيت، يعني لو الأب أو الأم عصبيين بيكلموا بيزعقوا في البيت، برضه لو هو بيتزعق فيه ممكن يكون ده رد فعل علشان يحمي نفسه العصبية. يعني فمحتاج نشوف العصبية سببها ايه، ونبتدي بقى يعني الولد يتعلم ازاي يعبر عن نفسه بطريقه سليمه. يعني كل ما يكون عصبي ومتنرفز يجيبوه الاب والام يقولوا له طب بص، تدريب بقى ازاي تقدر تقول اللي تقوله ده من غير العصبيه والنرفزه دي. لو انت عايز حاجه ما تقولها بطريقه، ويعلموه بقى زي ما احنا قلنا قبل كده ازاي يقبل اه ويقبل لا، ويقدر يقول اه ويقدر يقول لا. اللي ممكن تكون العصبيه دي هو بيطلب حاجه وبتقال له لا فبيتنرفز، أو عايز حاجة وما تنفذتش فبيتنرفز. يعني لو الموضوع كبير يعني ربما برضو يكون محتاج حد متخصص، لألا يكون عنده يعني أنتي سوشيال بيرسوناليتي ديس أوردر، اللي هي شخصية ضد الاجتماعية. فبرضو محتاجين نشوف إيه حجم المشكلة. لكن على ما أعتقد، ما أعتقد طبعا ان البيت فيه عصبيه، وربما فيه تمييز لمعامله اخته عنه. ربما هو مثلا يكون شقي شويه والبنت هاديه، شوف اختك هاديه ازاي، فعمل نوع من انواع الغيره بينه وبين اخته. فلو البيت تحكم في العصبيه بتاعته وادوله حب زي ما بيعاملوا اخته، على ما اعتقد ان هي هتكون حل المشكله.